I will offer my concluding remark to any woman in the room who wants to do that. مساء الخير. مساء النور. انت عارف على الاستاذ معتز حلمي رئيس منظمه افري لابس. المشاركين من مصر في هذا المؤتمر الافريقي لستارت اب، هل اليوم مؤسسه الناشئه اصبحت اكثر من ضروره لكل اقتصادات الدول؟ طبعا احنا دلوقتي في عصر الدنيا اتغيرت تماما، ووجود الشركات الناشئه والستارت ابس ده بقى جزء من الاقتصاد. خلاص شفنا قصص نجاح لشركات كتيره في المجالات كلها على مستوى افريقيا، سواء في التكنولوجيا الماليه او في الصحه او في التعليم، كلها قدرت تثبت ان الستارت ابس والشركات الناشئه تقدر يعني تحل مشاكل كتير احنا بنواجهها، وتقدر توفر فرص عمل، وتقدر تبقى اكثر ابتكارا من كيانات كبيره، تقدر تبقى اكثر فليكسيبيليتي ومرونه للازمات اللي بتواجهها الاقتصاد زي دلوقتي الحرب والازمات والاضطراب في سلاسل الامداد. كل ده حاجات يعني خلانا نقدر نشوف او نحاول نقدر نشوف الاقتصاد بشكل تاني والشركات الناشئه بشكل تاني يعني. لكن ما هو ربما المجال الاهم؟ ربما هل الخدمات، هل التكنولوجيا، هل الابتكار؟ ما هو نوع المؤسسه الناشئه الانجح اليوم؟ هو في افريقيا هو طبعا التكنولوجيا الماليه هي رقم واحد في من حيث حجم الاستثمار اللي بيخش للشركات التكنولوجيه، فاكتر من 60% من التمويل اللي بيخش افريقيا في الستارت ابس بيخش في حته الفينتك بس، فدي اكتر حاجه هي بتكون المستثمرين بيحبوا يستثمروا في التكنولوجيا الماليه. وبعدين كده بيخش مجالات تانية زي اللوجيستكس والإديوكيشن وكده. وفي مصر أين أنتم من هذا القطاع ومن هذا الاهتمام؟ والله احنا في مصر يعني احنا بنتشابه، الدول الأفريقية بتتشابه برضو في نفس، لأن احنا يعتبر المشاكل شبه بعض بحجم كبير، فاحنا اعتقد كل الدول بتحاول تقدر تبني على يعني على بعض، ونشوف ايه الحلول اللي قدرت نجحت في بلاد شبيهه وبنبدا نحتضنها كبلاد. ففي مصر برضو نفس الفينتك هي اكتر حاجه بتجذب الاستثمار، وطبعا هي الموضوع بيختلف من سنه للتانية برضو على حسب شكل الاستثمار او على حسب اختلافات كتيره في السوق، بس بصفه عامه افريقيا بتجذب سنويا اكتر من 5 مليار دولار في الشركات الناشئه، وال 5 مليار دولار دول بتروح 80% بيروح لاربع دول، هي نيجيريا وجنوب افريقيا ومصر وكينيا، فدول بيسموها البيك فور، يعني دول اكبر دول بتجذب استثمارات في قطاع الستارت ابس. واعتقد الفتره الجايه هنبدا نشوف الجزائر هتبدا تخش معاهم، وهنبدا نشوف دول تانية بتجذب نوع من الاستثمار مختلف تماما الفتره الجايه. اللغه تلعب ايضا دور كبير، الجزائر تتجه منذ سنتين تقريبا الى استبدال اللغه الفرنسيه بالانجليزيه، كيف تشوفوها في علاقه اللغه بالستارت اب والنجاح؟ هو دي اعتقد ده خبر سعيد على المستوى الشخصي طبعا، وعلى المستوى العربي يعني طبعا دي حاجه جميله. اول حاجه هي احد المشاكل طبعا في الستارت ابس بصفه عامه هي اختلاف الثقافات واختلاف اللغات، ودي بنقابلها كتير في موضوع اللغه ده بالذات، بيفرق كتير من الدول الفرنكوفونيه والانجلوفونيه والعربيه وما يترتب عليها من شكل الاكسبانشن اللي ممكن يحصل للستارت ابس. فاعتقد ده بتدي مساحه اكتر للدول العربيه الثانيه تبدا تعمل، يبقى في يعني زي بايلاترال اجريمنت مع الجزائر، زي مصر تبدا تشوف الفرص اللي موجوده في الجزائر، والجزائر رواد الاعمال يبداوا يشوفوا ايه الفرص اللي ممكن تبقى موجوده في مصر. فدي طبعا بتفتح افاق جديده للاقتصاد ولرياده الاعمال ما بين البلدين، ممكن ما اتفتحتش لفتره كبيره، فاعتقد دي فرصه كويسه للشباب ما بين مصر والجزائر والشباب العربي ان هو والافريقي ان هو يبدا يلاقي فرص مختلفة تماما الفترة الجاية غير اللي احنا تعودنا عليها قبل كده. متواجد في الجزائر لأول مرة؟ أول مرة. كيف شفتها؟
جميله جدا، وانا من يعني كان حاجه جميله يعني، كان حلم من احلام حياتي ان انا ازور الجزائر، والحمد لله يعني ربنا كرمني، وهي بلد جميل وشعبها جمال، وربنا يحفظ الجزائر وتبقى دوله مستقره ومستقره على طول يعني. شكرا لك استاذ. شكرا لك. شكرا.